في عام 2007 تدهورت حال سلامة العبد الله الصحية قبل أن ينقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة الرياض. حاول الأطباء إنقاذ حياة الفنان الذي أرهقته السنين، غير أن محاولاتهم لم تنجح. توفي سلامة العبد الله بعد نحو 40 عاما قضاها في واجهة الطرب الخليجي. بعد ما توفي وعلمت أنه مثقل بالديون، في الحقيقة هذا الرجل المتزن المتواصل، الرجل الذي يعني كبير بخلقه وخلقه، الرجل الذي الحقيقة لم أكن محبينه متناثرين في الأرض، يعني في حدود المملكة والخليج العربي، كيف هذا الرجل مات مديون؟ أنا صدمت لما عرفت أن سلامة العبد الله مات مديون. كنت أتساءل في داخلي وين أنصاره؟ ما كان يحب أن الناس يدركون أن عليه دين أو أنه مطلوب أبدا، كان يتستر بمعنى التستر، وإلا كان له محبين ولا ناس ممكن أنهم فعلا يعني يقدمون له كل شيء، ولكن الله سبحانه وبحمده أراد ذلك.